صباح النور، صباح نشاط الحيوية والطاقة الإيجابية عليكم أحبابي كاملين في هذا الصباح. جمعة مباركة للجميع بإذن الله. صباح النور احبابي، كي صبحتوا كي دايرين؟ صحيحه المورال غمس عليكم شويه، جدا ان بو مالاد. الله يجيب الشفاء والعفو من عنده يا رب. باقي صوتي ماشي هو هذاك، مي كنعتذر منكم في هذا الصباح. هذا كنقول لكم جمعه مباركه، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه والمغفره والثواب. كنتمنى لكم فيديو ديالي في احسن الاحوال، واللي مريض الله يشافيه، واللي توفى الله يرحمه يا رب ويوسع عليه، واللي عنده شي حاجه الله يقضيها له يا رب ويفتح له ابواب الخير والرزق والتيسير باذن الله. اليوم الصراحه نقول البال صباح مرتاح، والبال صباح مرتاح، حول حزلان حنا الطول راه دابت الجراح، وراه دابت الجراح، ولازم الشدة تزول، لازم الشدة تزول، لازم الشدة تزول، الصبر هو المفتاح. أكيد أحبابي الصبر هو كل شيء، ولا بد من شدة تزول، مهما شدت فرجت بإذن الله، وربي كبير والله يجازينا على كل صبر خير الجزاء. حبيت الصباح نظر معكم على حسن الخلق في طبيعة الحال، ولا عمرة نادرة كبزاف الصفات الإنسانية اللي ما بقاتش في هذا الزمن. هذا تيقول لك حسن الخلق يستر كثيرا من السيئات، كما أن سوء الخلق يغطي كثيرا من الحسنات. اذا ردوا البال وشوفوا انتم شنو باغين تبينوا الناس. زيدوا اولى حبيبه سيدي، اولى حبيبه خويا، واو اولى حبيبه بابا، واو اولى حبيبه خويا، او عايش نبني في الاوهام. والمعروف أنه الخلوق صدوق، والعنيف ضعيف، والأصيل نبيل، والحليم حكيم، والشريف عفيف. إذن الإنسان دائما يتصف بصفة الخلق الجيد مع الناس إن شاء الله، ولا يحصد إلا كل جميل بإذن الله. حتى لو أنه لم يحصد شيئا في الدنيا، أكيد عنده الأثر دياله في الآخرة، هذا اللي الإنسان يعمل عليه أكثر. أما سوء الخلق أسهل شيء ممكن أن الإنسان يديره، سوء الخلق متوفر مجاني، ممكن أي واحد في رمشة عين يتصرف بسوء خلق، ولكن صعيب الحال تكون كما تنقولوا مأدب ولد الناس وظريف ومصوحب. وبصراحة وعاد يمكن لي نتكلم عاد، يمكن لي نتكلم، الله على راحة مازال مازال. كتعرفوا أن الإنسان أسمى شيء فيه هو حسن خلقه، وبعد ذلك يأتي أي شيء آخر، تأتي الفطنة ديالو، الذكاء ديالو، المعاملة ديالو، وكذا وبزاف الحوايج، ولكن الأخلاق هي على رأس أي صفة إنسانية. لهذا نكونوا حريصين بزاف لأننا نكونوا في المستوى المطلوب من الأخلاق ديالنا. كما تيقول لك جودة الكلام في الاختصار. كنتمنى نكون اختصرت لكم في هذا الصباح هذا معلومات زوينة تقاسمتها معكم. صباحكم مبروك، نهاركم مبروك، جمعة مباركة من هذا المنبر. هذا كان موت عليكم، أنا كيف ديما تبارك الله عليكم، في أمان الله، خليت لكم الراحة جوفة زعما، باي. وسمرتحت من الغيام، سمرتحت من الغيام.